السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا إمام الحرمين، السلام عليك يا من صليت على القبلتين، السلام عليك يا إمام المرسلين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا أول خلق الله، السلام عليك يا خاتم رسل الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا من يعلم أننا هنا، السلام عليك يا من يمن علينا، السلام عليك يا من يرحمنا، السلام عليك يا من يشفع لنا عند ربنا، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا إمام الحرمين، يا إمام القبلتين، يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، هل ترانا ونحن هنا نناديك؟ وهل تسمعنا بروحك يا حبيب؟ أنت النبي المجتبى، أنت النبي المرتضى، فاسمع ما نحن فيه يا رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تعطف علينا قلب حبيبك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أنت تعلم أننا عجزنا أن نقف في بابه ونحن معه وهو ينظر إلينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى من أحب سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحرمة سيدنا محمد ألا نخرج من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا وسامحتنا وقبلتنا عندك وجعلتنا من المقبولين فضلا منك ورحمة يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الطول والإنعام. اللهم من علينا من الإحسان ومن الإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ترانا ولا نراك، اللهم أنت ترانا وتعلم مكاننا وتعلم ماذا نقصد وماذا نقول. اللهم لا ترد لنا إلى أهلنا خائبين، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، واقبلنا عندك في صف المؤمنين الخاشعين المتذللين، حتى تقبلنا عندك وتجعلنا عندك من المغفورين لك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب محمد الذي يحبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا إلى أهلنا بذنوبنا، اللهم لا تردنا إلى أهلنا بعيوبنا، اللهم لا تردنا إلى أهلنا بما أنت تعلم به منا. اللهم طهرنا واغسلنا بالماء والثلج، بماء والثلج والبرد، يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان، يا رب الإنعام يا رب الإكرام، لا تحرمنا من النظر إلى مقام النبي العدنان يا أرحم الراحمين. أكرمنا بما أكرمت به عبادك المؤمنين وبما أكرمت به نبيك العظيم عليه الصلاة والتسليم. اللهم أكرمنا بقلوب ذاكرة وعقول نيرة وحياة طيبة حتى نلقاك مع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا سيد العالمين. أمن علينا بفضلك.
وكرمك وعطائك وإحسانك حتى نلقاك مع رضاك يا الله. سبحانك لا إله غيرك ولا معبود سواك. سبحانك أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير. فارحمنا برحمتك واقبلنا في عباد عبادك يا أرحم الراحمين. اجعلنا من عبادك الذين رضيت عنهم ورضوا عنك يا أرحم الراحمين، واكتبنا عندك من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك يا أكرم الأكرمين، واجعلنا من عبادك الذين أنت تحبهم ويحبونك يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. أمن علينا بفضل ورحمة منك يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين نبي الإحسان ونبي الإكرام، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والحمد لله رب العالمين.